اخترت الزمالك كمان محبتي للزمالك، ومن دون ما افكر او اخذ او اتردد يعني دغري كلمني سعادة المستشار مرتضى منصور، يعني مع احترامنا له وسلامي له دغري جيت قلت له موافق، انا يعني من دون اي كلام قلت موافق اوقع للزمالك، يعني لانه كانت العلاقة مع نادي الوحدة، انا قلت له موافق دغري على الزمالك يعني من دون ما اتردد، كان جايني الخور القطري والوحدة الاماراتي، لا قلت لهم على الزمالك، يعني اي لاعب يتمنى يلعب نادي الزمالك. يعني روح جميلة، أي لاعب يعني جملة لازم كلنا نقف عندها، أي لاعب يتمنى إنه يلعب نادي الزمالك، ودي حقيقة فعلا والله. لأي لاعب كمان بينتمي وبيلبس التيشيرت الأبيض ده، الإحساس ده بينتقل له مباشرة من فور إنه يخش نادي الزمالك، أو أي حد يتكلم عن نادي الزمالك فعلا يعني. انا مطرح، انا العالم هلا بتكلمني عن الزمالك، وعلى يعني انا باينة فعلا والله. انا مثلا بكون عندنا ماتش وقت كنت في الرفاع، كون عندنا ماتش بدي اخلص كان يخلص الماتش يقولوا لي عم تتابع ايه، عم بقول لهم تابع لعبه الزمالك، يقولوا لي كذا انت تحبهم، بقول لهم ايه انا احبهم، يعني احب يعني عندي علاقات تربطني علاقات طيبه مع محمود الونش ومع طارق حامد، يعني مع كثير دول لعيبه، ما فتوح زالوا مستمرين من الجيل العصرة كمان، مع ايوه أوباما مع حازم. ايه لا ويكلموني، يعني حتى طارق كلمني والونش كلمني، يعني انا يعني وجه لهم تحيه، وانا مبسوط تالقهم ومبسوط لتالق احمد فتوح بطوله افريقيا، يعني روح جميلة منك بتمنى والله. لهم كل نعم التوفيق ان شاء الله. نعم